هاي جايز، اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتكم قناة همس بلوج. النهاردة راجع لكم فيديو جديد دايما بسأل عليه من كل الناس اللي بتيجي لي البيت وبيدوقوا العصير ده. كل الناس دايما بتسألني عن الوصفة ايه، فقررت اعملها في فيديو علشان كل الناس تستفيد منه. العصير ده بجد تحفة جدا جدا جدا، وكل الناس لما تعمليها تسألك عليه، وكمان مناسب جدا جدا للصيف، بجد بينعش بشكل مش طبيعي. جربوه وقولولي رأيكم في الكومنتس تحت. بس قبل ما نروح على الفيديو، لو انتي اول مرة تشوفيني، انا همس فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات عن الميك اب والموضة، وكمان بعمل فيديوهات عن الطبخات اللذيذة والسريعة اللي دايما ما بتاخدش وقت، لان انا من النوع اللي مش بيحب يقف كتير في المطبخ، فدايما بختار الوصفات اللي طعمها لذيذ جدا ودايما كل الناس بتعلق عليها، بس في نفس الوقت الوصفات دي تبقى سريعة جدا. وعندي بلاي ليست كتير لوصفات الميكرويف ووصفات بجد بجد لو جربتوها مش هتسيبي القناة دي ابدا، هترجعي دايما تاخدي منها وصفات. فلو انتي اول مرة تشوفيني ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر الموجود تحت الفيديو المكتوب عليه سبسكرايب، وتفعلي الجرس وتختاري الكل عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وتدي لايك للفيديو لان ده بيشجعني ويحمسني ويخلي الفيديو يوصل لناس كتير. وكمان اكتبي لي رأيك في الكومنتس تحت اذا كان عجبكم الوصفة ولا لا، ويلا بينا نروح نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة هنحتاجها للوصفة دي هي ليمون مقطع شرايح. انا بفضل الليمون الاصفر عن الليمون اللي هو الاخضر، لان الليمون الاصفر بيبقى فيه حلاوة شوية، فهو بيناسب العصير ده اكتر من الليمون الاخضر اللي بيكون حامض شوية. وكمان هحتاج شرايح من البرتقال مقطعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. خلوا الشرايح رفيعة مش تخينة قوي. وكمان هحتاج ورق نعناع. طبعا الكميات انتي بتزودي وتنقصي على حسب الكمية اللي انتي حباها، لكن الكمية اللي انا مستخدماها قدامكم دي مناسبة للعصير زي ما انتوا شايفين، لكن انتي تقدري تزودي وتنقصي زي ما انتي عايزة. هنا برضو هنحتاج تفاح مقطع شرايح زي ما انتوا شايفين، وبحب اسيب القلب بتاعه فيه لانه بيدي شكل زي النجمة كده جوه زي ما انتوا شايفين، فبيبقى حلو جدا. وشكل التقطيع ده تفنيني فيه زي ما انتي حابة، ممكن تقطعه بقطعات على شكل نجوم، على شكل قلوب اللي انتي عايزاه. بعد كده هستخدم اي نوع صودا. انا هنا حابة السيفن اب، ممكن كمان تستخدمي السبرايت، ولو انتي مش بتحبي سيفن اب او السبرايت ممكن تستخدمي كلاب صودا او اي حاجة زي كده. انتي براحتك الذوق اللي انتي حباه، بس يكون يا اما سادة يا اما صودا بالليمون عشان هو ده اللي بيطلع الطعم حلو جدا. كمان هستخدم هنا عصير تفاح، طبعا عصير التفاح بيبقى اي ماركة انتي حباها، بس يكون مفيهوش سكر، يعني اختاري مفيهوش سكر الا لو انتي بتحبي العصير يكون حلو قوي، يعني بتحبي طعم السكر ظاهر في العصير. لكن انتي لو حابة الطعم السكر يكون معتدل، استخدمي العصير التفاح يكون من غير اضافة سكر صناعي، يبقى بس اللي هي السكر بتاع الفاكهة نفسه، وده برضو على حسب الرغبة. هجيب هنا زي ما انتوا شايفين دورق، وهحط فيه تلج، قطع تلج. طبعا نسبة التلج هي نسبة اللي انتي حباها زي ما تحبي. طبعا كل المكونات هستخدمها باردة جدا من التلاجة. هحط نص الدورق اللي عندي من عصير التفاح وفوق التلج اللي احنا حطيناه في الاول، وبعد كده هبدأ بإضافة الفاكهة اللي موجودة عندي. هحط اول حاجة التفاح، وبعد كده هحط الشرايح بتاعت الليمون. بعد كده هبدأ احط زي ما احنا نشوف في الفيديو كده النعناع. النعناع هيبقى حلو اكتر لو انتي يعني حاولتي تعملي له يعني تضغطي عليه شوية في ايدك قبل ما تحطيه عشان يطلع ريحة بتاعته في العصير، بس من غير ما بوظي شكل الورقة يعني، عشان برضو يبقى شكلها حلو في العصير. بعد كده بزود نص الكمية بتاعت الدورق اللي موجود عندي السيفن اب او السبرايت او كلاب سودا على حسب ما انت اخترتي. هنا انا استنيت بس لما تهدى شوية، يعني قلبت شوية عشان الصودا تهدى علشان اقدر اكمل بقية الدورق اللي عندي من غير ما يفيد برة زي ما هنشوف كده. قلبت شوية وبعدين بدأت اكمل اضافة السيفن اب اللي عندي زي ما هنشوف كده في الفيديو، اهو هنا بكمله تاني بحيث ان تبقى نص الكمية تفاح ونص الكمية سيفن اب. بعد كده هقلبهم في بعض،
زي ما انتوا شايفين هقلب كويس قوي. واهم حاجة في العصير ده انه يقعد شوية، يعني قبل ما تستخدميه تحطيه في التلاجة نص ساعة او حاجة كده. انا كنت نسيت هنا احط شرايح البرتقان فرجعت حطيتها تاني زي ما احنا شايفين. طبعا هنا البرتقان كان معصلك معايا ومش عايز ينزل تقريبا، يعني اللي نفسي يعيش في الطبق فانا كنت بحاول انزله هنا في اللقطة دي زي ما احنا شايفين. المهم ان احنا هنحط شرايح البرتقان زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وهبدأ اقلب كويس جدا جدا كل المكونات مع بعض، وهنسيبها في التلاجة نص ساعة قبل الاستخدام على الاقل، وكل ما بيقعد اكتر كل ما طعمه بيبقى احلى. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوا لايك للفيديو تدعموني، وكمان ان انتوا تنزلوا تدوسوا على الزرار الاحمر الموجود تحت الفيديو المكتوب عليه سبسكرايب، وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يجيلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها، وتنضموا لشلتنا هنا على همس بلوج، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت اذا عجبكم الفيديو، ولو حابين وصفة معينة او حاجة معينة اعملها لكم في الفيديوهات الجاية اكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هبقى مبسوطة جدا ان اعملها لكم. ومن هنا الفيديو الجاي هتوحشوني اوي، اشوفكم الفيديو الجاي، باي.